قل لي لماذا لا تصلي؟ بالله ما ألهاك عنها فشغلت بالفان الأقل، ما في انشغالك أي عذر، من ذا يعيش بغير شغلي؟ لو أنت لبيت المنادي هل كانت الدنيا تولي؟ قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي؟ قل لي لماذا لا تصلي؟ تشتاق أن تلقى وجوها للناس من جار وخل، وتغيب عن لقيا مليك هو صاحب الوجه الأجل. فتعيش في وهم وغم تشكو من العمر الممل. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي؟ أتحب خلاق البرايا وتفر منه فأي جهل؟ ترجو الجنان بغير قربى، تخشى العذاب ولا تصلي؟ تنوي الرحيل بغير ماء يروي ولا زاد وظل. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي؟ 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 يا ناسي الصلوات قل لي، إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي؟ بالله ما ألهاك عنها فشغلت بالفان الأقل، ما في انشغالك أي عذر، من ذا يعيش بغير شغلي؟ لو أنت لبيت المنادي هل كانت الدنيا تولي؟ قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي؟ قل لي لماذا لا تصلي؟ يا ناسي الصلوات قل لي، إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين. سؤال، أنت شنو عذرك؟ أنت ما عذرك عند الله. الصلاة ما تسقط أبدا، لا على المريض ما تسقط، المسافر ما تسقط، بل حتى في المعركة في الحرب يصلي الإنسان، ما يفوت الصلاة. الصلاة ما تسقط أبدا. ناس معاقة تصلي، ناس شيوخ ما يقدر يقوم من فراشه ويحمل إلى المسجد حملا ويصلي، حتى أن الرجل يؤتى به يهادى بين الصفين، وربما احتضر وتوفي وهو في الصلاة. أنت ماذا عذرك؟ أيها الشاب تذهب للعمل، للدراسة، لكل مكان، تذهب للمخيم، للديوانية وللشباب، طيب رب العزة يناديك يقول لك حي على الصلاة، تعال حي على الفلاح. تسمع الأذان ولا تصلي، ما عذرك عند الله يوم القيامة؟ فإن أول ما يحاسب به العبد عند الله الصلاة. إن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. جهز لنفسك جوابا إذا سألك الرب يوم القيامة لما لم تصلي. خلكم ويانا لكن بعد الفاصل.
شاب عمره 17 سنة يقول قصته الدكتور خالد جبير الله يبارك فيه، هو أحد الدعاة وهو متخصص في القلب. يقول أدخل علي شاب فيه جلطة شديدة جدا، احتمال نجاته صفر إلا إذا شاء الله. أدخل الشاب قاعدين نحاول ننقذه بالإسعافات اللي نقدر عليها والصدمات الكهرباء، الجلطة قضت عليه. يقول ينظر النظرات الأخيرة، يقول الدكتور شفته يكلم الممرض اللي عنده، يطالعني ويكلم الممرض اللي عنده، يقول ونحن نحاول إنقاذه، يقول لم نستطع وسمعته يلفظ الشهادتين ويموت. سألت الممرض شنو كان يقول لك، يقول قال لي قول حق الطبيب لا يتعب نفسه أنا ميت خلاص. يقول ما كنت أرد عليه عشان ما أعيسه، يقول قال لي قول حق الطبيب لا يتعب نفسه، وأنا كنت أحاول يقول عشان يقول حق الممرض لا يتعب نفسه لأني أنا شفت مقعدي من الجنة. تدري شنو قصة هذا الشاب؟ هذا الشاب كان في صلاة الفجر، أذن المؤذن وذهب إلى المسجد، صلى ركعتي الفجر وخير من الدنيا وما فيها الركعتين، وتخيل وبشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة إلى المساجد. صلى الفجر ركعتين سنة وماسك المصحف يقرأ القرآن ينتظر الإقامة. يقولون في المسجد أول ما أقيمت الصلاة وضع المصحف أمامه، قام ليصف في الصف، أغمي عليه وسقط، جلطة قضت عليه بين الأذان والإقامة. وأي صلاة هذه؟ إنها صلاة الفجر. يقول للطبيب لا تتعب نفسك فقد رأيت مقعدي من الجنة. إن الذين قالوا ربنا الله ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أعظم شيء أنه يختم لك خاتمة وأنت تصلي. الصلاة ترى عظيمة، الصلاة ليست قضية جنة وتكفير ذنوب. جاء في بعض الروايات في تكفير الذنوب أن العبد إذا كبر للصلاة يصلي جيء بذنوبه فوضعت على عاتقه كل ذنوبه، فإذا ركع تساقطت ذنوبه. كل ما تطول بالركوع افرح واستانس، لا تستعجل لأن الذنوب قاعد تتساقط، فإذا سجد تساقطت ذنوبه حتى يرفع رأسه. ما تتعجبوا من بعض الناس يقول يا شيخ تطول علينا في الركوع، يا أخي تحمل زيد شوي، ذنوبك قاعدة تتساقط. ألا تعرف أن الصلاة فيها فوائد ليست فقط شرعية، فيها فوائد حتى صحية؟ المصلون أحسن الناس حياة، عيشتهم غير، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أرحنا بالصلاة، ريحنا خلنا نصلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر تضايق من شيء فزع إلى الصلاة، ولما رأى الشمس كسفت فزع إلى الصلاة. ويقول لأصحابه جعلت قرة عيني، أنا قرة عيني بالدنيا، سعادتي بالدنيا وين يا رسول الله؟ قال جعلت قرة عيني بالصلاة. الصلاة نور، الصلاة فيها فوائد صحية، الشحنات الكهربائية وإحنا نسجد، الناصية لما تخشع تتغير، الدماغ يتغير. الأطباء، هذا كلام الأطباء، كلام حتى غير المسلمين، الذين يصلون حياتهم الصحية لو ما صلوا ما كانت بهذه الدرجة وهذا القدر. إحنا ما نحس بهذا، لكن اسمعوا كلام الطبيب الدكتور شنو يقول في فوائد الصلاة الصحية. بس لو الواحد صلى لله لكن أيضا يرجو هذه الفوائد راح يحصل عليها، لأن الله خلق الخلق وهو يعلم ما يصلحهم. ما شرع لنا السجود بهذه الكيفية، سبعة أعضاء إلا فيها فائدة أخروية ودنيوية. ما جعل الركوع بهذه الصفة إلا فيها فائدة. ما حثنا على الخشوع إلا فيها فائدة أخروية ودنيوية. خلينا نشوف التقرير إلى بعض فوائد الصلاة الدنيوية.